السلام عليكم. السلام عليكم. اسمعي، دير يا حبيبي، اخي تقول الحمد لك انت لله مزيان؟ الحمد لله مزيان؟ الحمد لله الله الحمد يبارك لله الله يبارك. يا عمر الحمد لله اخي، كيف مع السفر؟ خويا. انا لله انت معمع لك تسخسي. يا ساتر. اليوم اسمعين، يلا جا من السفر، من تسخسيخ اللايف. ايوه خير ان شاء الله، ماشي مشكلة. ان شاء الله اللايف ديال اليوم غيكون على ود كيفاش دير المشروع ديالك في ارض الواقع. اللي عنده شي سؤال يقدر يحطه من دابا، وراه ندخلوا في الموضوع ديالنا. حتى اللي ما يقدرش يكمل اللايف ولا شي حاجه يقدر يخلي السؤال ديالو، راه غنجاوبو عليه وراه غنديرو السيف. الله نتسناو شويه ولا نبداو السيف؟ اللي بغيتي نتسناو، على ما يدخلوا شي شويه الناس نتسناو واه اللي بغيتي، ما عنديش مشكل. كانت البيت الدعوة بعدا. كيفاش؟ شكون كانت البيت الدعوة؟ ربي الله شاش الناس انا بعدا. اسف تاجلاتي اتعرفك مشغول انتايا وداك الشيء هذا. بخير شدير. ايوا دونك نبداو. دعوة البلان الشباب هو ان بزاف، دابا لاحظت ان بزاف ديال الناس اللي كيخدموا حتى في الويب، يعني حتى في الاونلاين، ولاو باغيين يرجعوا للاوفلاين، حيت كيما كيكون الحال واخا كيكون عنده بروجي يعني خدام مزيان في الايكوم مثلا، ولا في شي يعني ولا في شي بيزنس اخر في الاونلاين، ديما كيحس براسو اني ما عندوش. واول حاجه كطرالو انه ما عندوش حاجه ملموسه، بحال قلتي ما عندوش اصل تجاري. ماشي حنا كنعرفوا باللي راه عندك واحد البروجي مثلا، عندك واحد المحلابه كدوز عام وشهر كيولي عندها اصل تجاري اللي ممكن تبيعو بالفلوس. الاصل التجاري كنهضروا هنا على الزبناء وعلى السمعه، فهمتيني؟ تما في الاونلاين ما كاناش المساله هذه. هذه هي الحاجه الاولى. واي واحد يعني باغي يدير بروجي ديالو مثلا في ارض الواقع كيخصو يدرس واحد اللعيبات اللي كنا هضرنا عليهم، المهم ديما كنهضر عليهم، انه خصو يخدم واحد البلون بيزنس ديالو. والبلون بيزنس بصفه عامه كينبني على واحد 9 ديال الاركان، عقلوا عليهم. كينبني على شنو هو هاد الحاجه اللي غتقدم انت، يعني شنو هي الحاجه اللي غتبيع، واش هاد البرودوي ولا هاد الخدمه هادي اللي غتبيع انت للناس. الحاجه الثانيه هما شكون هاد الناس بالضبط اللي انت مسيب ليهم. وكيوقع ديما خلط في هاد القضيه، يعني بحال مثلا انا بغيت نبيع مثلا حوايج ديال الدراري الصغار مثلا ديال 6 شهور. كيجي بزاف الناس كيديروا الكليان ديالي هو الناس اللي في عمرهم ما بين 0 حتى 6 شهور. واش هذا كيشري من عندك؟ ما غاديش هاد يشري من عندك القضية هادي صاحبي. بالضبط هضرنا عليها شحال من لايف هاد الاخرين. هو ان بنادم ما عرفش شكون اللي تارجيتي بالضبط، ما عرفش الاودينس ديالو، وتوك علاش ما كنبيعش. تخي بيان، هنا دابا ما غاديش تارجيتي الدراري الصغار، لا خصك الناس اللي عاد تزوجوا ولا اللي عاد زادوا عندهم اولاد. هادو هما الناس اللي غتبدا تفكر، يعني حيت ملي كتكون عارف الكليان ديالك بالضبط كتولي عارف انت كيفاش غتماركيتي، كيفاش غدير كيفاش غدير الاشهار ديالك، كيفاش غدير الماركتينغ ديالك باش يوصل لدوك الناس. اما الا اصلا الا كنت انت منيش عوج من الاول، يعني ما غاديش التارجيت ديالك نيشان، راه مال محمد طاح خرج من الدار مايل كيقولوها، فهمتيني؟ يعني من الاول انت بادي عوج، فهمتيني؟ هذه الحاجه الاولى، يعني قلنا هذه الحاجه الثانيه كاين العرض موراها شنو هما هاد الناس. الحاجه الثالثه هي كيف غندير نوصل لدوك الناس، كيتسمى قنوات توزيع، يعني كي غندير حتى نوصل لدك السيد اللي هو كليان ديالي. ملي كنوصلوا ليه كنمشي عاوتاني للعلاقه يعني الرابعه هي العلاقه ما بيناتنا، يعني انا بعت له ولكن كيفاش انه خصو يولي عندي كليان ديما، ماشي انه صافي شريته شرا من عندي مره واحده بالنسبه لي يقول بشوف صافي راه اشترى من عندي. ولكن الا كنا كنهضروا على براند راه ما خصوش يشري ما مره ما جوج ما ثلاثه، خص يبقى معك. يعني كيفاش غادي نحافظ على ديك العلاقه ديالو؟ هنا غنمشي كنمشيو للخدمه ما بعد البيع وكذا وكذا وكذا، المهم بزاف ديال اللعيبات كيفاش اننا نحافظوا على الكليان. هاد الحوايج كاملين اللي قلنا كيدخلوا لينا الفلوس،
يعني اوتوماتيك مو كنمشيو نحسبوا عاوتاني المداخيل اللي ممكن اللي متوقع اننا ندخلوها في العام الاول، ملي كتكون البيع مزيان فرقع، وملي كيكون عادي، وملي كتكون القضيه فهمتيني محاكه خايبه بزاف. الجهه الاخرى عاوتاني كنخدموا على لي فورنيسور، كنشوفوا الناس شحال من موظف مثلا غادي يخصنا لذاك البروجي، كنشوفوا مثلا بالنسبه للرخص والتامينات وكذا وكذا والصيغه القانونيه، يعني بحال مثلا يعني الرخص والسجل التجاري وكذا وكذا، وقلنا التامين والشركاء اللي معانا هادو كاملين عاوتاني واحد الحوايج، والمصاريف بيان سور اللي كان عندنا الكرا وكذا، هاد اللعيبات كاملين عاوتاني كيمشيو لنا الفلوس، عاوتاني تما فين كنقدروا نحسبوا لي شارج ديالنا بالضبط. وملي كنقول نحسبوا لي شارج ديالنا بالضبط، راه كنقول هذه ما انت مثلا اللي كتبيع انت مثلا هذا النوع ديال الستيلويات، راه خصك تكون عارف بالضبط شحال مقيوم عليك، ماشي شحال مقيوم عليك فيه ديال البلاستيك وديال كذا صافي، خصك تدخل فيه الكرا، تدخل فيه المصاريف ديال الموظفين، تدخل فيه الماء، الضو، الانترنت، اي حاجه ممكن انت كتخلصها كل شهر ولا كتخلصها العام خصك تدخل في هذه الستيلويات، يكون واحد البورسونتاج. تعبئة اي ركتاش كونفيرمي بها خصك تحسبها حتى هي، وبيسر فهمتني حيت شحال من حاجه، شي حاجه صغيره كتبان لي تقول لك مثلا واخا سنتيم قولوا جوج دريال كتخسرها في واحد الحاجه خصك تحسبها حتى هي، جوج دريال خصها تحسب. ورا حيت علاش؟ حيت جوج دريال كتبان قليله بوحدها، ولكن جوج دريال ضرب شي في واحد 2000 حبه ولا شحال غادي تلقى واحد الرقم كبير جدا، وانت كيمشيو لك فلوس فيه وانت ما عارف. وهذه هي الحاجه اللي كتخرج على بزاف الناس، انهم ما كيكونوش حاسبين لي شارج ديالهم مزيان، اوتوماتيكمون كيطرى لهم ديك القضيه كيقول لك وراني كنروج الفلوس ولكن راه ما كيبشيط ليا والو. وهذه انا كنسميها وهم المقاوله الناجحه. وهاد القضيه هذه صعيبه شي شويه، وكتكون يعني والناس يعني ضاربين شي شويه في الدومين وكيتقولبوا فيها، كيشوف لاكيس عنده ولا الكونت ديال الشركه محرك فيه فلوس كاينه، ولكن ما الى جيتي تحسب معاه حتى حاجه من دوك الفلوس ما ديالو، يا فلوس ديال الفورنيسور يا فلوس ديال الخدام، تما غير هو خدام بهم وكذا وكيروج بهم وكيصحاب له راه عنده فلوس. وعنده مشكل بالضبط في هذه القضيه هذه، ما قادرش يحدد التسعير، يعني ما قادرش يدير البرايسين ديال داك البرودوي ديالو ولا ديال ديك الخدمه ديالو بالضبط شحال مقيوم عليه. هذه هي الحاجه الاولى. ملي كنساليو هاد اللعيبات كاملين كنجيبو المايند سيت، كي كتفكر انت الى واحد المشكل كيطرا هو انك يكون مثلا شي موظف خدم واحد 3 سنين ولا 5 سنين ومشى دار البروجي ديالو، كيجيب نفس العقليه اللي كان خدام بها كموظف كيبغي يطبقها على انه يعني انه بروجي، وهذا فهمتني حتى هو انتحار فهمتني، حيت لا علاقه كي كيفكر واحد السيد يعني عنده بروجي ديالو خص انفي خرج بزاف ديال الفلوس باش يدخلوا الفلوس، وكي كيفكر الموظف فهمتني، يعني هذه خصو يفهمها انه راه ديك الرا ما خداماش بعدا ما حتى العقليه اللي تيدخل بها كيبقى يشوف غير الربح الصغير، ديما تيطيح السوق على الاخرين، واخا ربح شي حاجه قليله هو عند باله راه الرابح، حيت بايع انت هو تيصدق مطيح السوق على الاخرين، وفي نفس الوقت مضيع راسه، وتيبقى ديما في عقليه الموظف ما تيفوتش داك الستالير اللي كان فيه، ولا يلاه توصل داك الستالير تيفرح به، ولا تيزيد مثلا نقولوا كموظف كان تيربح 3000 درهم، الا زاد 500 درهم تيصحب راسه وصال ولا شي حاجه. يعني الا درتي ديالك خصك تولي تفكر بعيد، تفكر كبير عاوتاني، وتفكر انك تكبر البروجي ديالك. هو فهمتك، هو راه هي راه نفس الحاجه، كيفكر يا بالطريقه ديال التفكير يا تما، يا في هذه القضيه ديال اللي قلتي ديال انه كيزيد غير شي شويه كيصحاب له راسه، ولا واحد الحاجه واحده اخرى كتبقى في ديك القضيه ديال ندير كريدي باش ندير دار، صافي راني وليت كذا، صافي راه مبدا فهمتي. المهم بزاف ديال اللعيبات كيفكر الموظف ما خصوش يفكر فيهم، ما خصوش يفكر فيهم، وخاصه انه ما غاديش يبان له الربح دغيا. الربح ديما في الاول كتكون كيهبط المنحه ديالو عاد كيطلع، يعني الا ما كانش الواحد قادر يصبر على هذه المساله هذه، راك درتها في واحد الفيديو ما عرفتش واش غيبان لك، هاد اللعيبه هادي كيهبط عاد كيطلع، هاد اللعيبه هادي اللي هنا ماشي اي واحد كيصبر على هذه المده هذه بالضبط، الا صبرتي عليها فرا مبروك عليك. شحال من واحد دابا كيدخل في ديك المده وراه تكون كيكون المتحكم فيها شحال غتولي، حيت هاد المده هادي هي اللي كنوجدوا ليها واحد الحاجه كنحسبوها حتى هي في البلون بيزنس، هي البوزوان دو فوندغولمون، كيتسمى راس المال العامل، يعني شحال خاصني ديال المصاريف الشخصيه ديالي والمصاريف اللي خاصها الشركه تكون كتصرف بهم، يعني والحركه يعني والخدمه كتبقى غاده، على ما بدا هي تدخل الارباح ديالها فهمتيني،
ديك الساعه ما خاصناش نقيسوا كاع داكشي اللي كيدخل حتى كتفوت ديك المده ديال البوزمان فوندغورمون، ممكن تكون 6 شهور ممكن تكون عام على حسب البروجي على حسب النوعيه ديالو. انت في هذه المده هذه شنو هو المتحكم فيها انها راه ممكن تمشي من شهرين ممكن توصل حتى العامين في شي مشاريع، وشكون هو العامل المتحكم فيه؟ هو انت هنا دير كي كتفكر، حيت انت واحد الاختيارات غيبداو يجيوك انت وسط الخدمه، واش غنبدا نبيع كي قلتي واش غنبدا نبيع انا بواحد الثمن قليل باش انني نطحن هذاك الناس اللي كيديروا نفس البروجي نفس البرودوي ديالي باش انني نطيح عليهم السوق، ولا واش غادي نخليه طالع بما انني انا بعدا مع هذه المساله هذه انا عارف راسي كنبيع هذا الستيلو هذا في لاكاليتي مزيانه غنبيعه بالثمن اللي سلكت، ما همنيش انا السيد الاخر بشحال كيبيع. حيت علاش؟ حيت انت خدام على براند والبراند كتبنى بشويه بشويه، اما واحد اللي ضرب غيديك ضرب طيح وصافي كيمشي كيتقداهم من يعني مثلا من الشينوا ولا كذا وخصو غير يساليهم راه ممكن يدير ديك المساله وصافي، ولكن هذيك راه ما كتسماش براند، هذيك كتسمى بيع وشري وصافي فاهمين. ولكن ملي كنهضروا على براند كنهضروا كنبيعوا لا كاليتي وكنبيعوا ديك السمعه ديال ديك الشركه انت اللي عندك، داك اللوغو خصو يكون كيسوى عندك بزاف فهمتيني. الا شي حد ما عندوش ولا يقول لك كليان، حيت ما يمكنش دابا نمشيو عند لومبورغيني ونقول له حشومه عليك ما كتفكرش في المسكين علاش ما يشريش من عندك طوموبيل، تقول لك ما كليانش ديالي بكل بساطه. ولا تمشي عند واحد السيد كيدير سبرديله كامله ديال الجلد مقيومه عليه ب 2000 درهم سبرديله ولا مثلا صباط ديال الجلد كامل، وتقول له لا حشومه عليك واحد السيد راه كيبيع ب 100 درهم وسير شري من عنده فهمتيني. حيت انت كتبيع واحد الكاليتي كتبيع انت ديك الكاليتي اللي كدير انت بكل بساطه، ما كيهمكش انت لا شكون واش صافي الاخر راه كيبيع ب 100 درهم صافي حتى انا راه خصني نهبط على 100 درهم. هاد القضيه هادي. و ملي كنمشيو يعني صافي انت درتي بروجي ديالك غدا الامور كتولي انت في تحدي واحد بالنسبه لي، الا مشيتي تنجحتي فيه مبروك عليك تهنيتي، هو انك تكري بروسيس للبروجي ديالك. يعني مثلا انت النهار الاول نقولوا عندك ديك المحلابه، خلينا في ذاك المثال ديال المحلابه، انت في الاول كتكون انت منك هذاك السيد اللي كيغسل الكيسان الداخل وكيعصر للناس العصير وكيصايب لهم سندويتشات وكيصايب الرايب بالليل وكيدير كذا وكيدير كذا ويدير الاشهار ويدير كلشي ويطيب المسمن ويدير كلشي. واحد الوقت ملي غيولي عندك البيع مزيان غادي دير الطاقه تجيب واحد المراه غتقول لها شوفي راه هذا المسمن كي كندير نصايبو انا كي كندير نصايبو كي ندير نصايبو صايب عليا بهذه الطريقه ديال الله يرحم لك الوالد، وانت كتولي عاوتاني مثلا حاضر غير كونطوار وكذا. واحد الوقت صافي غيولي عندك عاوتاني درك شي شويه بزاف غادي تزيد واحد السيد ولا واحد السيده انت تكلفي لينا بالكوزينه كذا فهمتيني. يعني انت كتكون مريتي من كاع المراحل، واحد الوقت غادي تلقى راسك انت خارج ممكن دير شي فرع اخر ممكن دير الثاني، وديك الخدمه غادي بديك الطريقه. حيت علاش؟ حيت انت قدرتي تكتب لهم واحد البروسيس فيها واحد جوج ثلاثه كذا اش كنديروا اش كنديروا. دابا الا سولتك مثلا الا انت دخلتي الماكدو مثلا في شي مدينه اكس ومشيتي لمدينه اخرى واش كتحس بالفرق؟ ما غاديش تحس بالفرق. علاش؟ حيت هما ما كيعتمدوش على اكس ولا ايغري، وكيعتمدوش على محمد ولا عبد اللطيف ولا سعيد، كيقولوا لك واش شريف، كيعطيوك طابليت فيها فورماسيون كيقول لك كنشدو قد هكا ديال الدجاج كنديرو في قد هكا ديال الزيت كنديرو لي قد هكا ديال الملحه كيخرج ديك دجاجنا، رونتي شي حاجه راه انت هو السبب فاهمين. يعني انا ما خرجت ليك راه انت ماشي في داك الشيء ديالنا حنا. وهاد القضيه هذه يعني عاوتاني كاين واحد الكتاب كيقول لك الا ما قادرش انت ديبلوكي زعما البروجي ديالك 7000 مره انه يكون فيه 7000 فرع ويكونوا كيعطيو نفس الكاليتي، فراك مازال انت غير موظف، فراك انت باقي ما عندكش البيزنس فهمتيني. وهاد هما هاد العدد هذا هو زاد فيه شي شويه، ولكن هو صحيح انك الا ما قدرتش انت دير بروسيس. البروسيس كدير على حساب نقرا السؤال عنك شنو ما هو الحل عند ما كيزوروا ليك الماركه ديالك. صافي انا سؤال زوين انا نجي ليه ماركه كاع الاسئله اللي يكونوا راه غنرجعوا ليهم، الا بغى يحط واحد شي سؤال يقدر يحطه صافي، غير حيت بقيت كنقرا وبقى مره كيمشي مع التركيز ديالي كيمشي ليا مع شنو كنت كنقول. هاد القضيه ديال البروسيس واش غتكريها هي اكثر حاجه كتحدد في واحد البراند، هي غادا واحد البراند راه ضرب واحد الوقت وشي تاج، حيت ما عندهاش واحد البروسيس معين تمشي عليه يعني. حيت انت ما غاديش انت تكون مثالي لكل مره صافي جا عندك موظف جديد عاوتاني واجب عاوتاني بدا تقراه من الاول. بالنسبه لي احسن حاجه
تقدر ديرها. بديتي في البروجي ديالك، بدا تكتب الناس كنديروا داكشي، راه يقدر يجيك عبيط المسمن، كنديروا قد هكا ديال الدقه ديال الدقيق، الدقه ديال الزبده، قد هكا ديال كذا، وكنصايب. حياك الله سي طه، فهمتيني؟ يعني انك كتكون انت صايبتي ليه بروسيس، يعني ملي كيجي عندك مثلا الخدام اكس ولا ايكغيك، صافي هو واحد النهار قال لك صافي الله يعاونك، كتجيب عاوتاني واحد اخر بلاصتو، كتقول لي ها هي نفس الطريقه خدم بها. يعني ماشي كتقول لي هذاك السيد صافي راه كنت قريت وكل شيء ودابا مشى ليا، عاوتاني شحال يتعلم ليا داك الشيء. لا غير خليه زعما، ماشي مشكل، لا يتعلم في ذاك الوقت، انت غير وجد له. هذه هي الحاجه اللي مهمه ومهمه بزاف. عرفتني الحاجه اللي بغيت نهضر عليها، كان واحد القاعده منطقيه كتقول اذا سقط الفرع، اذا سقط الاصل سقط الفرع ولا عكس. انت مثلا كتكون عندك واحد القهوه ولا مثلا شي ريستورون، كدير واحد النوع ديال البلا، مثلا كدير شي نقولوا طاكلياتيل مثلا في خوي دماغ، انت هو اللي كتصرع، هذا هو السمطك حلا عندك. هادوك لي بلا الاخرين راه ماشي ما كيتباعوش، كيتباعوا ولكن الناس باش عارفينك، انت عارفينك بداك طاكلياتيل ياك. نهار اللي غاداك الشيف اللي كيطيب ليك، انت ما قادرش دير واحد البروسيس محدده، يعني تشدك طاكلياتيل تحلل ودير لي التحليل، تعرف بالضبط كيدار فيه كذا، باش اي واحد يكون قادر يديرو. بيان سور انت السكري يكون عندك غير انت ياك، هذاك الطبق اللي عندك انت هو الواعر، هو يجيو الناس. واحد الوقت الى مثلا تخاصمتي مع داك السيد اللي كيخدم لك ومشى وصافي، هبطت الكاليتي ديال الاخر، اوتوماتيكمون الاطباق كاملين غيتضربوا، حيت الناس كيجيو على قبل هذاك ما كيلقاوش، غيمشيو فحالهم. يعني هنا فاش كنقولوا اذا سقط الاصل سقط الفرع، نيسان اوتوماتيكمون الاخرين غيتطحنوا. والعكس لا، الا مثلا هذاك انتوما ما كتصرعوش واحد النوع ديال الاطباق الاخرين، ولكن ديال اللي معروف به انت باقي غادي، الاخر ما يتاثرش، حيت اصلا الناس ديالو اللي كيجيو عندهم على ود قلال، فهمتيني؟ ولا اصلا كيقول لك هاد الناس هادو معروفين غير بكذا، فاهمين؟ هذه واحد الحاجة واحدة أخرى مهمة. كاين واحد البلان آخر كنشوفه بزاف ديال الناس، حيت دابا ولات شي شوية ديال الثقافة ديال القراية وكذا، وهذا الشيء زوين لأنك تقرا كتوبة وكذا وكذا، ولات الثقافة بزاف ديال الكتب، هذه حاجة مزيانة بعدا. لا هذه شي حاجة صحية جدا، ولكن فيها واحد القلب، فيها واحد الحاجة خايبة. علاش؟ كيبغي مثلا واحد السيد كيوجد لشي بروجي ديالو، كيبدا يدير كيقول لك خصني نقرا كاع الكتب اللي نقدر عليهم ديال البيزنس حتى نقدر نبدا، ولا راه خصني مثلا انا السيد، انا مثلا نعطي مثال براسي، انا مثلا التخصص ديالي هو في الاداره، هضر ما نقولش انا قاري كاع الكتب ديال الاداره، راه يستحيل، ولا حاضر كاع لي فورماسيون ديال طارق سويدان في علم الاداره وكذا، ما يمكنش، فهمتيني؟ ما يمكنش. علاش؟ حيت انت ملي كتكون كدرس ولا مثلا يعني كتطلب العلم في شي علم محدد، كنت كتمشي كتقلب على المبادئ، وانت داك الشيء الاخر راه عقلك انت، بما ان داك السيد قادر يعطيه الله هذيك الفكره وكتبها في ذاك الكتاب، راه عقلك غيتيق فيه، راه يقدر يعطيك واحد الفكره ما احسن انت باش تقاد الامور، فاهمين؟ علاش؟ وكتقال واحد القاعده منطقيه مهمه، كتقول لك ازدحام العلم في السمع مظله الفهم. يعني ملي كتكون انت غير العلم غير كتسمعه ولكن ما كتطبقوش، فهمتيني؟ يعني كتكون انت سمعتي بزاف وحتى حاجه ما طبقتيها، راه خايب، فهمتيني؟ ماشي بلان صحي. يعني عندنا هذه القضيه ديال صافي تعلمتي واحد المبادئ، تقدر كاع مثلا دير شي فورماسيون عند واحد السيد اللي كيبان لك انت مزيان وكذا، بارك عليك سير اخي، توكل على الله وسير. حيت علاش؟ حيت عندك واحد داك السيد عنده عقله فيه كيلو 200 غرام، انت عندك واحد العقل هنا نفس الشيء، قادر يعطيك الحلول. حيت علاش الناس كيكونوا خايفين من ديك القضيه؟ كيقول لك لا يعني انا غندخل على الربح نيسان، وما باغيش نضيع الوقت، وما باغيش ندير، وما باغيش ندير، وما باغيش ندير. اي واحد كيبارطاجي معك ليكسبيريونس ديالو، وهذه نيت هذه الحاجه هذه ان شاء الله غندير على انا وايوب واحد اللايف، هو اللي قلت لك داك النهار كنا غنديروه، الناس اللي كيسولك كيقول لك لا خويا عطيني الطريقه، خويا عطيني الطريقه، ما بقاش تقول لي بزاف صحاب الويب هذه القضيه ديال عطيني الطريقه، عطيني السكري، عطيني الطريقه. انت ملي كتقول له ودي شوف غير تلاح ودير غير كذا ودير غير كذا، كيسحب له هذه ماشي هي ديك الطريقه. حيت علاش؟ دابا قول لي اخويا الله يرحم لك الوالدين، شنو هو الاحتمال ديال ان اكس ولا ايكغيك يطرى له نفس القصه اللي دوزت انا في حياتي يطرى لك انت؟
بالتفاصيل كانت ديال حتى شي علاقة، كل واحد والظروف ديالو، كل واحد الفكر ديالو، كل واحد وشنو كيفاش يفكر. لا كنهضر على مثلا واش دارنا مثلا هما دار شي حد اخر، واش مثلا المشاكل اللي طراو لي انا في الليسي واللي خلوني انا نفكر بهذه الطريقه واش هما اللي طراو لك انت، واش عاوتاني واحد السيد مات عاوتاني شي واحد عزيز عليه وديك لوشا هي اللي خلاته يدير كذا، واش فهمتيني كاينين بزاف ديال المتغيرات ما يمكنش انت تقول له شوف راه في 2008 كنت كندير كذا كذا، في 2009 مشيت تقرا كذا، وانت داك الشيء ما درتيش انت في 2008 و2009، يعني باش ينفعك انت زعما بالضبط عطيت التفاصيل ديال حياتي. انا بالعكس كنقول لك انت دير طق 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 صافي، يعني ها هما المبادئ ولكن تخدم، حيت ما كاينش هذا اللي غادي يقول لك دير هذا. واحد الحاجه تنشوف بان تطيح فيها هو انه كثرت ان المعلومه ولات كثيره، ولا بان تيدوخ بنادم من ياخذها، انت ولا ماشي شد واحد انا واحد المعلومه ويمشي يطبقها، لا ديما تبقى يقلب على شي حاجه جديده راه بحال اللي مخبيه عليه، فهمتي؟ بحال مثلا خصنا نصحاب اللوكال ولا صحاب دروب شيبينغ كذا غيعرفوا هذه القضيه، ديما تيصحاب شي حاجه مخبيه، هو مثلا كون تبع واحد ومشى معاه مزيان وزاد تعلم هو وزاد من راسه راه غيوصل، ولكن هو ديما تبقى موسوس في راسه بلي راه كاينه شي حاجه مخبيه، خصني نقلب عند واحد اخر ونقلب عند واحد اخر ونقلب على واحد اخر، يصدق ما داير والو، يعني كدوز المده وما داير حتى حاجه، كون جرب راسه وتعلم وتبع طريق واحده كنوصل. ما فهمتش، هو كيحس براسو اللي راه مقولوب وكذا وراه شي حاجه كاع دوك الناس كيعرفوها الا هو ما كيعرفهاش، وهي راه الحاجه الوحيده انا كنعاود نقولها يمكن المره الالف ولا ما عرفتش شحال هذه، الحاجه الوحيده اللي الناس كاملين ما كيديروهاش هي الاستمراريه، بديتي بواحد الحاجه كمل فيها، حيت انا وداك واحد السيد صديق ديالي المهم هو ايوب الزير كنت كنناقش معاه كاينين واحد بعض ديال البيزنس، كاين واحد النوع ديال لي بيزنس مثلا نقولوا واحد السيد كيبيع النعناع، في نفس الوقت اللي هذاك السيد بدا كيبيع النعناع في واحد السوق دار واحد الكروسه، واحد السيد واحد اخر حل واحد المحل ديال الذهب، هو كيدير محل ديال الذهب، هذاك السيد اللي دار المحل ديال الذهب بعد واحد الشهور ولا فات واحد من الشهور خرج طوموبيل كدا فهمتيني، يعني صافي العلامات ديال بدات كتصدق ليه، هاد كتصدق لي كان كيقول السيمولا بزاف هادشي علاش كنستعملها حيت كلشي كيسحب لي راي وهداك السيد مول النعناع صافي بدا كي حتى هو كيديفلوبا من الكروسه لكذا لكذا، ولا هو كيسربي داك كيفورني داك السوق اللي كان فيه هو بالنعناع هو كيبدا كيبيع لهم بالجمله، وبقات غادا الامور في 3 سنين نقولوا فرضا في 3 سنين داك السيد اللي عنده اللي عنده اللي يعني ذهبي وكذا صافي دار واحد لابارتمون ديالو بدل الطوموبيل المره الثانيه دار كذا، وهذاك السيد في 3 سنين باقي يلا كيخدم كذا يلا بدا كيدبر في انه يكري شي فيرما يبدا يزرع فيها النعناع وكذا وكذا وكذا، من بعد 5 سنين هذاك السيد اللي عنده النعناع غيدير فيرما ولا جوج ديال النعناع غيفوت شي في الضافير ديالو مول الذهب شي 3 المرات ولا 4 المرات، كاينين واحد النوع ديال لي بيزنس، يعني ما يمكنش انت تقارن راسك بواحد السيد وانت ما كديروش انت وياه نفس الحاجه فهمتيني، حيت كاينين واحد لي بيزنس كيعطيوك دغيا يعني كيطلعوا اكسبونونسيال هكا، واحد البيزنس كيطلعوا بشويه عليهم ولكن كيفوت الاخر ديالهم لي بيزنس الاخرين، فاهمين هاد بحال شي القضيه واحد شد ارض ديال ارض عاديه وبغى يزرع فيها التمر، خصو واحد عامين يمشي الله يطلع عليه داك التمر واش ويبيعو عاوتاني، شوف فهمتي؟ حاجه تطلع دغيا. احسن مثال كنت قال في هذه القضيه هذه كتعرف داك ساق البامبو واحد النوع ديال القصب كاين بزاف في اسيا، هذاك النوع ديال القصب كينبت في يعني كيزرعوه يعني كبودور كيبداو يسقيو الارض ديالو، تصور كيسقيو 4 سنين وهو باقي ما خرجش من الارض باقي ما كتبان لك والو، انت تصور كل نهار انت كتمشي كتسقي واحد الارض اللي هي خاليه، الناس غيبداو يضحكوا عليك، او العام الاول العام الثاني العام الثالث العام الرابع وباقي انت كتسقي نفس البلاصه وانت ما باين لك حتى اثر انها غتخرج تما شي حاجه، 4 سنين ونهار كتبدا تخرج، في 6 شهور كتطلع ل 100 متر، اذا سولتك انه واش داك ساق البامبو واش انه كيطلع في 4 سنين ولا يعني واش انه كيطلع في 6 شهور ولا كيطلع في 4 سنين وست شهور، الصحيح هو انه كيطلع في 4 سنين وست شهور، غير الناس اللي كيبان لهم هو انه كيطلع غير في الشهور غير في الشهور الاخر، فاهمين؟ ولكن انت كون ما خدمتيش ديك 4 سنين كامل وانت كتفيق كل صباح وكتسقي يعني ودير به على يعني وتخدم عليه مزيان، فراه ما كانش ديك 6 شهور غيدير ديك الطلعه هكاك،
الشهاده هذه غير بوحدها يفهموها زعما الدراري كاع اللي كيديروا دابا البيزنس ولا البنات، هذه القضيه هذه بوحدها بالنسبه لي راه انجاز، فهمتيني؟ وإلا غفلوا عليه واحد السيمانة ولا جوج سيمانة يقدر يوقع شي مشكل فيه وما يطلع. انا صراحه ما عنديش تفاصيل بالضبط، هو شنو الطريق الاستمرارية زعما؟ شنو الاستمرارية في البزنس ديالك اللي ما بقيتش فيه الاستمرارية مشى. استمراريه خاصها ديما تكون، حيت راه بعض المرات راه كيطيحوا المعنويات ديالك، كتقول هذا الشيء كاع اش كنخربق انا، اش كنرون، اش كندير، وكتشوف عاوتاني واحد صحابك انت اللي ما اختاروش نفس الطريق، صافي راه هو دار موظف كذا، دار داسيه للعباد، فهمتيني؟ كتقول هو دار الطونوبيل وانا باقي ما درتش، فهمتيني؟ ولكن هذا الشيء كامل، هذا الشيء كامل ما لا يعني انك راك ما غاديش في الطريق الصحيح، فهمتيني؟ وخاصه على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول لك تسع، يعني تسع، يعني التسع ديال، بحال قلتي واحد تسعود على 10 ديال البركه كاينه في التجاره وما كايناش في الايجار، فاهمين؟ يعني الايجار دات غير واحد على 10، يعني غير هذه راه حاجه كافيه جدا ان الواحد يفكر في التجاره وما يمشيش يخدم سميتو. هذا لا يعني انك راه ما خصكش تخدم موظف، انا بعدا ديما كنقول اخدم موظف اخويا ما بين 3 سنين حتى 5 سنين من حياتك وصافي، غتكون جمعتي شويه د الفلوس وغتكون تعلمتي بزاف ديال العباد اللي غينفعوك انك دير البروجي ديالك، يا غديرو في الاوفلاين مزيان غديرو في الاونلاين مزيان. غير واحد القضيه كان ديما كيقول واحد السيد كيقول لك جمع الفلوس في الاونلاين واجي انفيستي في الاوفلاين، حيت الاوفلاين ديما البركه ديالو سبحان الله العظيم كاينه بزايده. نتفق معك على هذه القضيه هذه، حيت الاونلاين يقدر اي لحظه يمشي لك فلوس، اي لحظه يتسد لك مثلا كونت، بزاف المشاكل يقدر يوقعوا لك. اللهم في الاونلاين ودير واحد الاستثمارات في الاوفلاين اللي يقدر يبقى يجيبك ارباح، تقدر انت ما تكون تدير شي حاجه بحال مثلا تشري كراج وتكريه باش يدخل لك واحد الباسيف انكوم. المهم ما تبقاش ديما معول على الاونلاين، ديرو ولكن فلوسه استثمارته في الواقع. هذه المهم، هذه بحال اللي قلتي هذه هي الفكره ديالي المتواضعه جدا انا في هادشي، حيت كاين واحد اخر هو مسلك شي بلان اخر، زعما الله يسهل عليه، انا زعما ماشي كنتحكم في الاختيارات ديال الناس، ولكن بالنسبه لي انايا يعني والناس اللي كنشوف وكنتلاقاهم وكذا، فهذه هي احسن حاجه ممكن يديرها الواحد، وزعما واذا شي حد اخر زعما بغى يدير شي حاجه اخرى زعما راه من حقه. انا غير يعني كنقول على حسب انا المشاكل اللي عشت في حياتي وكذا وكاع داك التجربه اللي خديت، فانا كنقول بيان سور داكشي اللي كنسمع حتى من عند الناس يعني اللي حتى هما سابقيننا وكذا، كاينه هذه القضيه هذه، وكاينه عاوتاني واحد الحاجه واحده اخرى اللي مهمه، الناس اللي بيرفكسيونيست، يعني الناس اللي كيبقاو يفكروا في يكون عندهم بروجي ديال مليون ديال الدرهم في الكابيتال ديالو النهار الاول، فهمت؟ ما مساليش هو يبدا من 1000 درهم وهو طالع، فهمتيني؟ ولا من 10000 ولا من 30000 درهم، المهم شي مونطون صغير يقدر يبدا به وعاد يبقى طالع. كاين واحد القاعدة منطقية كتعجبني كيقول لك الذي يبتغي الكمال ينصدم بالمآل، حيت انت الا مشيتي باغي تكون انت يعني الكمال وكذا وصافي باغي شي، دابا اي واحد وما عندوش اكسبيريونس ونعطيهم ديك مليون ديال الدرهم ونقول له هاك دير شركة اللي بغيتي دير، والله ما غتضرب اكثر من 6 شهور، انا حلفت لك ما غاديش تضرب اكثر من 6 شهور وغادي تسد، حيت بكل بساطه انت ما بديتيهاش، وعاد كي قلنا ما كانش حاجه سميتها بروسيس، ما عندوش تجربه في داكشي اللي كيدير هو، وعاد ما عندوش واحد الحاجه واحده اخرى مهمه، الذكاء العاطفي، ما عارفش كيفاش غيتعامل مع المشاكل، ممكن يجي عنده غير عون ديال السلطه ولا يطرى له شي مشكل مع شي كليان ولا فورنيسور، غتجي شي شكايه ديال المحكمه وكذا وغيتزعزع وغيتخلع، ولا انه غيجي شي شيك ام بي اي ولا غيجي شي ما عرفت شي شيك قبل الوقت ولا غيطرا له شي مشكل في شي برودوي ما تطبعش مزيان ولا يمشي له شي مارشي ولا، فهمتيني؟ غيصحاب لي راه صافي راه الدنيا مشات وغيهرب وغيخلي داكشي. اما انت ملي كتكون انت كتكبر حتى مع المشاكل راه حتى هي كتكبر سبحان الله العظيم مع الوقت، فهمتيني؟ يعني الله تعالى كيصيفط لك مشكل جوج ثلاثه كتحلهم كيوجدك لواحد المشكل كبير غتعاود طيح فيه مع واحد السيد غتكون انت عندك المناعه، عاوتاني هذاك السيد يعطيك عاوتاني المناعه لواحد البلان اخر، حيت هنا فين كنقول ملي كتكون انت كتوجد البلان بيزنس ديالك كتوصل لواحد لابارتي كنوصلها في البلون بيزنس كنبداو نخدموا على الاخطار، يعني شنو هما هاد لي ريسك هادو اللي ممكن يجيو وما يخليوش الخدمه تمشي كي بغينا، وبالسيروك يا اخي ان نقول لك حتى 30% ديال داك الشيء اللي غيطرا لك ما غاتكونش انت متوقع، ما كاينش شي حد اللي غادي يقول لك راه طرا لك، فهمتيني؟ واخا تعيا ما تكتبوا يعني تبدا توقع ممكن طرا لي هادي كتبها ممكن هادي تكتبها، حيت شنو هي اننا كندرسوا الاخطار، كنقولوا مثلا
عندي لو ريسك الاول ان الكليان ما يبغيش لي هذه القضيه هذه، واي ريسك كتبته ولا اي خطر كيهدد البروجي ديالي كنلقى له حل ولا جوج ولا حتى ثلاثه ديال الحلول، كندوز عاوتاني الاخر كنقول خصني ندير الا طحت في هذه خصني ندير لها هذه ولا هذه ولا هذه، عاوتاني الا طحت في هذه غندير لها هذه ولا هذه. كاينين شي مشاكل ما غاديش يطراو لك، ما غاديش يطيحوا لك في راسك وغيطراو لك تما فين غتبان هذاك الشيء اللي قلنا ديال المايند سيت وديك العقليه ديال المقاول، وماشي ديال ضرب وهرب وصافي. فهمتيني انك تكون واحد السيد مرزان وكذا ويفكر مزيان اللي يقدر انه يخرج حلول لراسه. والحاجه اللي يعني مهم يعني اللي كنطيح فيها بزاف مع الناس انا اللي كنخدم معاهم هو انه كنلقاهم كيأجلوا المشاكل بكل بساطه. يعني هو عارف راسه راه جاي واحد البلان واحد المانيرا راه جايه مثلا السبت الجاي، هو دابا راه ما مسوقش داير راسو كيقول وضروري ما غاتفك بشي طريقه، وهي ما غاديش تفك الا ما فكيتيهاش انت. اي كون من فهمتيني يعني ما كيبغيش يواجه داك المشكل اللي جاي عنده حتى كيلقى راسو هو طاح فيه ومشى. حيت هي الاداره هي انك تكون كتوقع شنو هما اللي غادي يطرا قبل اللي غادي يطرا من بعد وكتلقى له حلول قبل. هذه كنوجد لها هذه وهذه غنوجد لها مزيان وهذه نوجد لها مزيان وكذا. هذه هو البلان. واحد القضيه اخي اسماعيل، ماشي اي واحد قادر انه يدير البروجي ديالو. كاين اللي عاش القضيه ديال الموظف انه مثلا يخدم من 8 ل 5 ويمشي يسالي ويمشي يشد شي قهوه ويريح ويتفرج في الماتشات وصافي. شي واحد قاد انه يدير البروجي ديالو ويقابلو بالمشاكل ديالو وكل شيء ديالو، يخرج الخدامه هو باقي خدام ويفكر بزاف. كاين اللي يقول انا باغي نغير من 5 من 8 ل 5 وصافي بارك عليا وانا نمشي نرتاح في الدار. فهمتين؟ وراه شوف حنا راه ما يمكنش زعما، لا يعني اننا زعما الا كنا حنا كنديروا لونتربرونيا ولا كذا راه زعما اننا نفرضوها على الناس، بالعكس راه كاينين الناس موظفين. انا اعطيك مثال، كاينين موظف سامي كياخذ 50 مليون ولا كياخذ 60 ولا كياخذ حتى اكثر، هذاك راه موظف، ولكن عاوتاني راه موظف فهمتيني خمسه النجوم فهمتيني، يعني كيصور حسن ملي كيصور عاوتاني واحد السيد يمكن داير البيزنس ديالو وكذا. هو هذاك السيد راه ممكن يفوت واحد الوقت، ولكن كنهضروا انه حيت علاش حنا شنو كنناقشوا دابا الا كنا كنناقشوا مفهوم ديال السعاده، حيت لونتربرونيا غير ماشي بالضروره يكون الهدف ديالك هو الفلوس. انا بعدا بالنسبه ليا لونتربرونيا غير شنو اللي مخلينا نديرها هو ما نبغي الصراحه شي حد يعيط ليا يقول لي شوف علاش ما جيتيش ولا الصباح علاش ما فقتيش بكري تخدم، هذه هي الحاجه الوحيده. شي انا مثلا هاد الايامات كان دارت ليا في الخوار، مشينا لويرقان مع واحد الجمعيه وكذا، دارت لي في الخوار ننزل يومين في مراكز حتى واحد جيت فهمتيني. هاد القضيه هادي انا بالنسبه ليا هي احسن حاجه ممكن تكون عند الواحد. عاوتاني واحد السيد اخر هو عزيز عليه لونجاجمون كذا زعما الله يسهل عليه، ملي كنهضروا على مفهوم السعاده ولا اننا كنهضروا واحد عنده الحريه الماليه بالنسبه ليه صافي، كنصور مثلا واحد 5000 درهم كنصرف منها واحد 3500 ولا 4000 درهم، ديك ال1000 درهم الاخرى ممكن كندير بها مره نسافر بها ولا مره نخبي شي حاجه منها، بالنسبه له هذيك الحياه الله يسهل عليه. فهمتيني احنا ما قلناش له لا خروج ضروري دير، ولكن عاوتاني كاينين عاوتاني واحد الناس اللي كيبان لهم ان راه الفلوس وخصني ندير 10 المليون ولا 50 مليون في الشهر، الله يسخر هاد الطريق باش غير ممكن ديرها. غير هاد الناس هادو كنقول لهم ديرها ما يمكنش ديرها بالوظيفه، فهمتيني الا كنتي من الاخر ما يمكنش ديرها بالوظيفه. وكاين حتى واحد النوع واحد اخر وهو كاين على برا وشي شويه بدا كيدخل المغرب، هذا النوع هذا هو انه كيكون موظف وكيكون خدام في فريلانس في شي لعيبه اخرى، ولا كيكون كاع عنده شي بروجي ديالو في يعني في جهه اخرى، بيان سور ما كيكونش بسميتو ولا كيكون المهم يا يعني كيكون بسميت دارهم ولا كذا، ولكن هذه القضيه دي ولات كتدخل وليت كنشوفها بزاف عند الناس وكذا، انه كيكون خدام على شي حاجه يعني ديال لينوفاسيون، خدام في شي فكره جديده زعما، هو موظف يعني مع شي شركه ولا مع الدوله، وهذه صراحه شي حاجه زوينه. واحد القضيه قلتي على ود كان تيبغي تلقى راحتو انه يكون موظف ولا شي حاجه، هذه القضيه اللي شركه الا كنتي باغي تدخل معاك شي واحد شريك خصو حتى هو يكون باغي يشوف الفوق حتى هو، فهمتي ما عندوش ديك العقليه ديال الموظف الا بغيتي تزيد لقدام. حيت شفت ناس واحد فيهم باغي يزيد وواحد فيهم لا ما بغاش يخسر فلوس ما بغاش يزيد راضي بداك الشيء اللي داير. هنا ولو المشاكل بيناتهم ما فاهمين، لو انهم من الاول كانوا فاهمين انهم راه غيزيدوا لقدام وكذا ما كانش يوقعوا في الاخر في داك المشاكل. يعني حتى اختيار الشريك خصو يكون في هذه القضيه.
صراحة أنا كنت درت يمكن في المهم في السيمانة الأولى يمكن ديال رمضان كنت درت واحد اللايف على الشركة وهدرت صراحة شي شوية بزاف على هذا الموضوع وكيفاش خصك تختار شريك وكذا. وهذه القضية هذه اللي قلتي لها البارح نيت كنا كنهضروا عليها أنا وعبد الرحمن الزاهد واحد الوقت. هو ملي كيكون يعني مثلا جوج شركة وكيكون واحد السيد فيهم كيكون واحد السيد مثلا فيهم يعني عقله شي شويه يعني ما تابع كيكون شي شويه ما يعني ما مسوقش هو راه يقدر يكون هذاك هو السبب باش غتشد الشركه زعما جايه وهاد القضيه هذه حيت المشكله ملي كنكونوا كنتعاملوا مع طبيعه بشريه كيكون صعيب انك تشدها فهمتيني ما يمكنش انا دابا مثلا غنحكم عليك انت راك خدام ليا شريك مزيان ولا لا وانا باقي ما عرفتكش مزيان فهمتيني ومن غير هادي ما عرفتش انا شنو غيطرى لك من بعد بحال مثلا راه كيكون واحد السيد مزيان باخر معاك خدام معاك راه شريك ديالك خدامك مزيان نهار كيتزوج كتولي واحد السيد كيولي واحد اخر كيوليو يجي واحد الاوامر من واحد الزوايا وحدين اخرين لا علاش درتي هادي علاش هاد البورسنتاج هذا بالضبط علاش هادي فهمتيني كيولي حتى هو يبدا يتصنت بزاف وكذا وكيوليو المشاكل فهمتيني حتى هاد القضيه هادي مهمه يعني الواحد انا كيبان لي الحل هو انك تريح معاه يعني الواحد قبل ما يطرا اي تغيير في حياه الاخر كيقول له شوف انت اخويا راك مقدم على واحد الحاجه غدار في حياتك اللي هي كذا كذا ها انت اخويا بغيت غير نحدد معاك داك السيد ما يدخلش لينا في خدمتنا مثلا وكذا وهادي 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 وعاوتاني انت علاش مشيت الشريك ديالك عاوتاني بدا قلنا بدا كيزقل وكذا كتريح معاه واش شريف الله يرحم لك الوالدين انت كنا خدامين مزيان كانت هادي 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 ها انت راه عارف خويا راه انت عندك مشكل في هادي وعندك مشكل في هادي وعندك مشكل في هادي وانت انا الا شفتي فيا شي مشكل اخويا يقول لي ولكن احنا راه ما جينا هنا الا اننا باش نخدموا ونتقاتلوا وكذا ونخدموا على والدينا ونديروا كذا حيت الى بقينا هكا تقول له بكل بساطه راه غيتشتت هادشي وغادي يمشيو في حالنا وكل واحد غيمشي الا انا صراحه تشاركت انا شي مشاريع مع واحد الناس وزعما صراحه المهم طرات لي في واحد البروجي انني تشاركت وسالين انا ويا داك البروجي فهمتيني ولكن حتى داك الشيء كامل زعما كيعطيك عاوتاني واحد كيعطيك تجربه فهمتيني كيعطيك عاوتاني واحد التجربه انك كيفاش تتعامل مع ديك الامور وكذا هي تجربه انك تعيش ديك القضيه ما حتى انا كانت وقعت ليا نيت وخصنا نبدا تشوف راسك دير انت واحد المجهود واش الشخص الاخر ما تيديروش راه في اخر المطاف في الاخر غيطيح داك البروجي كلشي غيمشي في الاخر الا يعني ما كنتش دير واحد المجهود اللي بحال بحال ومفاهمين كل واحد غادي بواحد زو خصو يدير وعارف شنو خصو يدير حيت الا انت تدير واحد الحاجه وهو مابقاش مسوق راه غطيح في الاخر هنا خي عبد اللطيف كاين واحد القضيه اللي هي كيكون اصلا كل واحد ما عارفش اصلا شنو هما لي طاش اللي غيدير هو كشريك حيت كيسحاب له انت كشريك صافي راه غنكونو كنديرو انا وياك نفس الخدمه كنديرو كاملين نفس الحاجه وصافي اما انا الا كنت انا محدد معاك انت مثلا غتكون انت فرضا خلينا في المثال ديال المحلابه نبقاو فيها ديما انا سيدي مثلا انا غنكون طيب لداخل كنصايب الرايب وكذا وانت غتكون انت كتسربي الكليان وكدير كذا وكدير كذا غنقول لك انت هذوك لي طاش ديالك سيدي طق طق مقيوم علينا سيدي غنبدا نعطيك خلصها في الشهر 1500 درهم وانا غندير كذا 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 غنكون كناخذ 1200 درهم في الشهر ولا 1300 درهم على حساب الخدمه ديالي ولا على حساب كذا وحتى الاخر ديال العام عاد غنتفقوا على داك البورسونتاج ديال دوك الارباح اللي دخلوا كاملين في العام حيت حتى هذه القضيه ديال اننا ما نكونوش دايرين راسنا دي صالير ونكونوا كناخذوا كل شيء فراه ديك عاوتاني ماشي في صالح ديال البيزنس عاوتاني يعني حتى الاخر ديال العام وكنشوفوا انت اخويا راه عاوتاني كديروا كذا ها انت زعما انت عندك هذا البورسونتاج مثلا الا كنتي درتي هذه وهذه وهذه وانا عندي هذا البورسونتاج الا درت هذه وهذه فهمتيني وكل مره يقدر يكون مره في شهر ولا مره في شهرين كتجلس عاوتاني الشريف راك درت معاك دير هذه ودير هذه ودير هذه راك درتي غير هذه الجوج الاخرى انا اللي درتهم راه هادشي ما ماشي فهمتيني وكتبقى انت ديما يعني كدير بحال كدير لا ميزاجور فهمتيني اما الا خليتي هكاك الامور بقات هكاك يعني حتى لواحد النهار بيان سور هي عاوتاني اللي هضرنا عليها ديال تاجيل المشاكل اخويا ما ناجلهمش بان لي شي بلان ماشي هو هذاك ديك الساعه ريكلامي اجتماع على عجل على عجل من امري انه غيتسد هذا هي هذا هو واخا بالنسبه لنا كنهضروا على دير مشروع في ارض الواقع ملي تبغي تعزل محل واحد البلاصه شنو الاساسيات اللي كتركز عليهم قبل ما تكري مثلا داك المحل مزيان
السيد هشام قال لك أتمنى أن يحظى استفساري هذا باهتمامكم، شنو هو الاستفسار ديالك؟ رغرجوا الأسئلة، رغرجوا الأسئلة، إلا شفتوا أي حطور غنعاودو نرجعوا ليهم. يقولوا اخويا هشام وحنا غنرجعوا الاسئله في الاخر، نديروا اسئله زعما هاد الاسئله كتسولوا دابا نجاوبوا عليها. قلتي لي شنو هو المحدد ان ذاك المحل يصلح ليا ولا لا؟ مزيان. هنا عندنا جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى كتكون عندنا فكره وغنبداو نقلبوا على المحل اللي يجي مع الفكره. مثال حنا سيدي عندنا بغيتنا انا وياك نبداو نبيعوا لك خيب، نبداو نبيعوا لك خيب ولي غوفخ وكذا وداك الشيء يعني متول وكذا، واش ممكن اننا نمشيو لشي حومه شعبيه وكذا وغنمشيو نحلو فيها في نظرك غيجيو عندنا الناس؟ لا ماي الا جاو ما غيعطيوناش القيمه ديال داكشي اللي كنديرو انا وياك، فاهمين؟ غنلقاو راسنا انا وياك الشهر الجاي قلبنا طواجن وتقليه وعدس وكذا، فهمتيني؟ وهذا الشيء طرا، انا طرا وشفتو، فهمتيني؟ ولكن عاوتاني الا حنا كنا عاوتاني بغينا ندير انا وياك كذا طواجن واللوبيا وكذا، ما يمكن عاوتاني نمشيو لمحاج الرياض ولا شي يعني شي حومه واعره يعني كراقي وغنحلو فيه محل ونجيب لهم ديك كراسات البلاستيك وجلس وكذا وضرب شي زلافه وخرج، فهمتيني؟ هذا هو اول محدد، انت شكون هاد الناس اللي غادي تسيب لي بالضبط؟ حيت الاوفلاين المحل كيلعب واحد الدور ماشي مهم، هو كل شيء هو وجهك، اما في الاونلاين نقولوا راه ما مسوق له حد، يعني هو عامل يعني اقل اهميه. هنا كنقول شكون اللي غادي تسيب لي؟ الا انت مشيتي عرفتي الكليان ديالك مزيان بلان ها انت عرفتيه، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كتكون عاوتاني بالنسبه للتسعير، الا عاوتاني مشينا انا وياك احنا اختارينا سيدي محج الرياض اننا غنديروا فيه واحد ذاك المحل مزيان، درنا فيه لو غوف، درنا فيه لي كريب، ودرنا فيه القهوه، يعني ممكن تكون صومي قهوه، مشينا سيدي ديك القهوه ودرنا انا وياك ب 6 دراهم باش كنبيعها واخا هي مسلكانه، واش غيشربوها الناس؟ ما غيشكو فيها، يقولوا هذه غير شي قهوه ديال كونترابوند ولا شنو هي المصيبه هذه، فاهمين؟ التسعير عاوتاني بالنسبه لدوك الناس عاوتاني الحاجه اللي كترتحو في حياته هو انه يعطيك 4000 ريال ولا انه يمد لك كارت كيشي وتقول له دير الكود وتحيد واحد المونطون كبير، عاد يحس براسه انه تقهوى ودار وفطر مزيان، فهمتيني؟ واخا راه نفسها كيما محطوطه ممكن ياكل عندك السيد اللي قلنا قبيله في محل شعبي وياكل داك الشيء كامل ب 8 دراهم ولا 9 دراهم، فاهمين؟ ولكن هو هكاك انت مسيب لي دوك الناس، ما يمكنش انت عاوتاني تبيع لهم بقل من الثمن اللي هما خصهم تبيع لهم، فهمتيني؟ هذا محدد مهم جدا. يعني ملي كنهضروا على الناس اللي غادي تسيب لي، كنهضروا على شنو هو داك النوعيه ديال داك النشاط حتى هو، يعني المهم كيطيحوا لي امثله ديال المشاريع مثلا الفرنسي، عاوتاني الا كنت غدير عاوتاني في واحد البلاصه راقيه ما يمكنش عاوتاني داك الشيء كي قلنا يكون في الديكور وكذا، عاوتاني غير على حساب عاوتاني انت البيدجي ديالك، ما يمكنش انت تبغي دير شي حاجه راقيه وانت عندك 30000 درهم هي اللي باغي دير بها انت كل شيء، فهمتيني؟ ما يمكنش بكل بساطه. يعني عاوتاني هاد العوامل كاملين اللي قلتك دابا هما عوامل مؤثره وهما الكبار، فهمتيني؟ هما الكبار في كل شيء. وكاين حتى عرفتي القضيه ديال الرخص وكذا، عرفتي بالنسبه مثلا في حومه شعبيه راه ممكن تهز تجي تشد البانو ديالك ديال البيبليسيتي تعلقو الفوق، ما كاينش اللي يهضر معاك، تقدر كاع يجي عندك قائد ولا ما يجيش، تما راه مع تحفر الحفره الاولى بسميتو راه يوقفوا عندك، فهمتيني؟ مع دير تقبل الاولى بالاخر اش كيتسمى بالسينيور ولا كذا، فهمتيني؟ يوقفوا عندك بزاف ديال اللعيبات. ملي غادي تكون انت ملي كتكون انت درتي البلان بيزنس راه هادشي علاش مزيان، راه غنبقى نقولها تنشحن، ملي كتكون انت قلتي هاد الكليان بالضبط هادو هما اللي غادي نخدم عليهم، هذا هو الثمن اللي غادي نبيع لهم بالضبط، هادو هما اللي غادي نخدم معاهم بهاد الطريقه هادي وغادي نبيع لهم بهاد الثمن هذا محدد، وغادي ندير الاستراتيجي ديال الماركتينغ ديالي غادي تكون كتنباني على كذا كذا كذا، يعني على حساب هذوك الناس، كيكون عندك تصور واضح انها شنو غيتباع عندك بالضبط. هذا هو اللي كاين والله اعلم. ندوزو الاسئله بقوه ان اسماعيل مزروب اليوم ما قام خلينا كاع يعرف شكون هو الناس اللي ما تيعرف مولف كانوا دار نقول عرفوا راسكم عاد نبداو في الموضوع، ولكن حيت عرفناك بالصخصخ دخلنا فيه شي هذا النهار مشكل ماشي مشكل، المهم اللي ما تيعرفش
قول للناس اللي ما كيعرفوك شكون انت يا باش الرجل الاسير. انا هو اسماعيل. كافيه. انا شوف، انا كندير استشاره في اداره الاعمال، انا مستشار في اداره الاعمال، وانا هو المدير العام ديال مؤسسه ادميغا. المهم بالنسبه للناس اللي كيعرفوا مؤسسه ادميغا، يعني مشارك فيها انا وامين العوني، تحيه الامين العوني. وهذا ما كان، ومهم كنخدم على الاونلاين كذا، هذيك صافي ديك سيكريت. اونلاين. كيفاش انتقل من مقاول ذاتي لشركة؟ غتنتقل، هو بعدا اصلا السبب اللي غيخليك تنتقل، هذا هو السبب. بعدا الا كنتي انت بعدا يعني فايت الشيفر دافير ديالك مزيان، يعني فايت ديك 20 مليون ولا 50 مليون اللي دار لك في العام، فراه ديرها. الا باقي ما فتياش، ما عندك لاش تبدل، فهمتيني؟ هذه هي الحاجه الاولى. وكيفاش تنتقل؟ غتدخل للسيت ديال المقاول الذاتي، غدير تما، راه مكتوبه لك تما، ما عرفتش، اتحول الى شركه، كتكليكها، يعني كيتشطب عليك انت في السجل ديال المقاول الذاتي، وكتمشي عند كونطابل، كتكري شركه ديالك عادي جدا. شنو الحل اللي كيزوروا الماركة ديالك؟ الناس اللي كي هذه هضرنا عليها شي شويه انا وعبد الرحمن نيت البارح. كاين مثلا واحد الناس، انت كدير واحد البرودوي ولا كدير واحد السيرفيس، وكيمشي وكياخذوا اي حاجه انت بدعتيها، زعما كياخذوها هي كما انزل وكيبداو يبيعوها. الحاجه الاولى، انت خص يكون عندك انت ماركتين واعر بكل بساطه، حيث الا انت مثلا قادر مثلا تصنع لنا هذا السيلو هو واعر، وانت ما قادرش ماركتي ليه مزيان، وشديتو انا مثلا ولا اكس ولا ايكس فرونك، وبدا كيماركتي ليه مزيان، راه غيخدم احسن منك. يعني راه مشكل ماشي فيه هو، المشكل فيك انت، انك ما قادرش ماركتي مزيان، وهو يعني هو دو كاليتي، هو فيه شي حاجه مزيانه. هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، ملي غيبداو الناس يشفروا الفكره ديالك ولا غيشفروا البرودوي ديالك، غتكون عندك السبب الاول على انك بدايه النجاح ديالك. علاش؟ حيت راكو كانت فكره عيانه، ما كانوش غيديوها ياك، يعني كتبدا تثق ان راه عقلك، فهمتيني، عطاك واحد الفكره مزيانه بعدا، وهذه حاجه مزيانه. وديما كتكون انت فايتهم بخطوه ولا بجوج. وانا ديما كنقول هذه القضيه دي، انت قبل ما تعلن مثلا على واحد الخدمه عندك جديده، ولا على واحد العرض جديد عندك، انت كتكون بديتي كتوجد العرض الثاني ولا الثالث اللي غتخرج من بعد، انت كتكون ديما فايت انت داك السيد اللي كنقل منك، فايته بخطوه ولا بجوج، فهمتيني؟ واخا كاع يعني كيفوت. وهذا السيد هذا الا انت لقيتي هز لك نفس البرودوي ديالك زعما، وكيبدل فيه البراند وكيدير، راه من حقك تدعيه زعما، هذه نخليوها هي الحل الاخر، فهمتيني؟ وماشي الاخر زعما ما ديروش، انا بعدا نشدو غنطحنوا نيشان، فهمتيني؟ ما كاين غير كذا، غيبقى شكاية عند وكيل الملك، شنو فيها شكاية، شكاية مستعجلة، هكذا كذا كذا كذا، وما يخلعكمش زعما انك صافي، لا دعيتي شي حد راه الحبس وكذا والو، شي واحد ذلك سير اخويا دعيه، وغتاخذ حقك بكل بساطة. ملي كتخدم على اليوزر اكسبيرينس وكتجمعهم حتى واحد الكوميونيتي عندك، راه ملي بغا يشريوها يجيو نيشان عندك، راه واخا يشوفوا العلامات ديالك في واحد البلاصه اخرى راه ما يمشيوش يشريوها، تعرف فين فين انت البلايص اللي كتبيع فيهم. داك الشيء في لا اليوزر اكسبيرينس وتجمع الناس عندك في السوشيال ميديا راه مهم بزاف. لا، هي السوشيال ميديا دابا يعني شي حاجة ضرورية. وتجمع الداتا. وي بيان سور. شنو خاصني يكون عندي باش نفتح مركز الدروس تاعي؟ هذيك هاد القضية ديال الداتا. دابا مثلا انت كتبيع هاد الستيلو هذا، انت درتي لي انت البيب، صافي درتي لي الاد، طلع الناس، هذوك الناس اللي قلنا قبيله العلاقه مع الكليان، يعني العلاقه مع الزبناء، انت كانت عندك مزيانه، واحد النهار غتفوت واحد السيمانه ولا جوج، غيجيب لك صاحبه وخالته وجداه، فهمتيني، وغيشريو من عندك نفس البرودوي. هذاك البرودوي الاول تقام عليك نقول واحد 30 ولا 40 درهم ولا 50 ولا 100 درهم في الاد، الاخرين تقام عليك بزيرو بالاد، فاهمين؟ الربح اللي جا من عندك حيت هذوك جاو في الاوفلاين نيشان، ما درتيش الاشهارات جيتي انت. ولكن حيت حنا عندنا واحد القاعده ديما، كل كليان مورا 10 اخرين مورا، الى جريتي على هذا اوتوماتيكمون جريتي على هاد العشرة اللي كاينين هنا. هذا هو البلان. قلتي لي ندير مركز ديال شنو هو قدام السؤال؟ الدروس نخصني يكون عندي باش نفتح مركز الدروس تام، والصعيبة ناخذ الرخصة. ما أسئلة كاين دروس ديال الدعم لا ينظمها القانون المغربي. عايز يتكمل الاخر،
شنو كدير؟ كتمشي كدير، كاين بزاف ديال الناس اللي كيديروا شركه وكيديروا تعليم تعليم اللغات، عندها رخصه، ولكن الدروس ديال التعليم ما عندهاش رخصه. كتمشي كدير هي شركه، ولا بزاف الناس كيخدموا بجمعيات انهم ما باغيين لا يخلص ولا ضريبه لا والو، وكدير شركه ديالك وكتخدم. كتخصك الحاجه الاولى، كيخصك الا كانت ديك العماره فيها السكان وما كانتش كوميرسيال كامله، غتاخد واحد الموافقه من عند السكان اللي تما، حتى غيبقاو الدراري طالعين هابطين. وكتمشي يعني كتكون كتخبر القائد انه كدا راه غادي نكون هنا وكدا، وكتجيب له ديك الصيغه القانونيه ديالك اللي هي شركه ولا هي المقاول الذاتي، كتقول لها انا شنو بغيت ندير، وتما نيت باش انه يعطيك الرخصه باش انك تعلق البانو ديالك وكذا. هذا هو البلان. باش نديرو التسويق اوفلاين. تسويق اوف لاين. شوف انا صراحه، واخا كيكون عندك واخا كتكون انت محل ديالك اوف لاين، التسويق الاوف لاين كيمشي كيتسمى البوشه وغاي، كيمشي الناس كيهضروا، فهمتيني؟ انت كليان تهليتي فيه جريتي عليه غيهضر، انت غيخليه يمشي فرحان، وهذاك غادي يجيب لك ارقام مزيانه، فهمتي؟ تخدم عليه. والقضيه ديال الفلاير وداك الشيء فكره ما بلانش بالنسبه لي، فهمتيني؟ تضيع الفلوس وصافي. داك الشيء باش غدير فلاير دير به الاد فيسبوك، حيت علاش؟ بكل بساطه انا غنكون متكي بلاصتي بالليل، باغي نتكى، باغي نعس، غيطلع ليا واحد الاشهار، غنعطيه وقته وغنتفرج فيه. اما الا عطيتيني خارج مع الربعه العشيه من الخدمه وجاي للدار، تعطيني ديك الفلاير، غنحشم نلوحها حداك، غنمشي حتى لاقرب بلاصه وغنلوحها، فهمتيني؟ تكون التارجت عاوتاني. المهم يعني هاد القضية دي يعني غير خدموا على الماركتينغ ديجيتال، حيت هي اللي خدام، فهمتيني؟ خدامة مزيان. وبيان سور تقدر انت دير دي زيفينمون مثلا، تنظمها من عندك انت في سميتو، في يعني في المحل ديالك، ولا على حسب انت البروجي ديالك. تقدر دير مثلا واحد دير مثلا شي سولد شي كذا، ولكن عاوتاني باش غيعرفوا الناس واش انت داير سولد، غيخصك عاوتاني دير داك تخدم عاوتاني بالماركتينغ ديجيتال. تكون احسن لواحد مبتدئ، واش جمعيه ولا مركز دروس الدعم؟ عنده تجربه في المجال وحاليا استاذه متدربه. جمعيه ولا مركز دروس الدعم؟ هو ملي كنقولوا مركز، ما هو سؤال ناقص. ملي كنقولوا مركز راه ممكن يكون جمعيه وهو مركز، فهمتيني؟ الا بغات تقول هي شركه، هي يستحسن تبدا في الاول، بدا في بالمقاول الذاتي. ما جمعيه راه قانونيا راه ما نحققش، حيت الجمعيات هي كتكون ذات المنفعه، كتسمى المنفعه المدنيه ولا المنفعه العامه، وهي جمعيه كتكون غير ربحيه، فهمتيني؟ يعني الا مشاو دوك السلطات بغاو يديروا معاك مشكل، فراه تقدر تلقى مشكل. عندك المقاول الذاتي صاحبي، فابور خدم بالمقاول الذاتي وتهنى. الناس اللي دايرين مشروع قانوني مدخل البراند ديالهم، الا شي واحد شفر البراند ديالهم راه ممكن تتابعهم قانونيا. راه كاين هاد القضيه. قانونيا سير اخويا، دير استشارة عند المحامي، غتعطيك كذا، غينضيك، فهمتيني؟ ما تخلعكمش ديك القضية كاع. شنو هما الايجابيات والسلبيات اللي تتخص الشركه مع الجمعيه لانشاء مدرسه الدعم؟ المهم راه جاوبنا عليه. الى درتي جمعيه، راه قلنا ما كاينش ضرائب، ولكن كاين لو ريسك انه يقدر يطرا لك شي نهار شي مشكل. والى درتي شركه فراك كتهني راسك، ولكن عاوتاني اوتوماتيكمون عليك ضرائب، عليك بزاف ديال الامور عاوتاني. هذا هو. واش راه جاوبنا عليهم و تيتعاودوا؟ راه غنديروا السيف ديك الساعه اذا ما كنتش حاضر من الاول. دراسه المشروع راه هضرنا عليها، كنديروا السيف و نرجع لها. اكثر جوج حوايج خصك تركز عليهم. اي زكريا، انت شوف راه واحد النهار كنت درت واحد اللايف، المهم راه خليته في يوتيوب، هو ما كاينش في سميتو، ما كاينش في الانستغرام، كنت حيدته في الانستغرام، كاين في يوتيوب. دير مبادئ المقاولة بالدارجة، راه كنت هضرت فيه على دراسات الجدوى من الاول حتى الاخر. لأن شي سؤال يعاود يكتبو أسئلة النقطة، شنو أفضل طريقة للتسويق في المغرب؟ أكثر شي طريقة واحدة. سي فري كتدخل في لونتربرونيا سوسيال، دونك واش بالنسبة ليا ميادي، واش بالنسبة ليا دير مشروع في الانستغرام، واش خاصني ندير شي اجراء قانوني؟ لا، ما خصك حتى اجراء قانوني، ولكن راه ممكن البراند ديالك الا ما كنتيش مسجلها، خصك تمشي لومبيك وتسجلها، باش تيلا داتي واحد باش تقدر تتابعه.
حيت ديك الساعة ممكن يدي لك شي واحد الباج ولا يدي لك هادي وغتمشي لك بعد. اسمعي، بغينا دي لايف شاك جوغ بوندون سو رمضان. والله اخويا ما غاديش يتيسر لي، ما نقدر صراحة، كنحاول ما امكن ولكن عليا الخدمة بزاف. بس الرأي ديالك براند تي شوت نديرها في متجر إلكتروني أو في محل وندير لها تسويق؟ ديرهم بجوج أخويا، ديجيتال ولا ضروري؟ لا ديجيتال ضرورة حتمية، مع العلم أنني موظف في شركة خاصة بمجال الصيانة الميكانيكية، وبكل صراحة أصبحت غير راضي عن الوضع المادي المحدود زيادة عن ساعات العمل الطويلة. أريد يد العون منكم أخوتي الكرام كيف أغير من وضعيتي هذه. سيدي هشام، أنت أخويا أنا ما عرفت صراحة الحالة ديالك. أنا بالنسبة لي لك كنت باقي ما متزوجش، فاخويا راه تقدر تلاحق، ثاني راه هذا راه متغير مهم، الى زعما عامل مهم. الى كنتي واش مزوج، واش عليك مسؤوليات بزاف وكذا، الى كانوا عليك مسؤوليات هو راه ممكن ديرها، ولكن غتدرسها بشي شويه، يعني كدير مثلا من هنا عام ولا من هنا عام وصافي تخرج من ديك الخدمه، ولكن غتبدا تبني لها من دابا. غتبدا تفكر اين بروجي بالضبط غادي دير، غتبدا تفكر في اين شنو خاصك ليه، واش خاصك محل، واش خاصك تخدم على الاونلاين، واش خاصك بزاف ديال الحوايج، فهمتيني؟ حيت ما كتجيش نيسان وديرها وانت ما عادش تدخل والو. اما الا ما كنتيش باقي ما مزوجش، فراه داك العام ونص راه غتولي قل، فهمتيني؟ راه ممكن يعني غير من هنا 3 شهور ولا 4 شهور تلقى راسك راك خرجتي وبديتي في الاخر ديالك. غير هو غيخصك الصبر، وبزاف ديال الصبر، حيت ملي غتبدل تما يعني غيوليو عليك. كي غنشرح لك، ملي كتكون انت موظف، حيت داك السيد مثلا في ديك الشركه ولا كذا، هو كيدير بزاف ديال الخدامين انت اللي ما كيبانولكش، فهمتيني؟ هو عليه عاوتاني واحد الضغط كبير اللي ما كيبان. النهار اللي كتولي انت بلاصتو، كيولي انت خصك انت تعرف بلي راه الموظفين راه فيك انت، الكرا فيك انت، النجاح ديال المقاوله الفشل ديالها فيك انت، داك البرودوي ولا الخدمه اللي كتوجدها راه فيك انت، التجديد ديالها فيك انت، الاشهار ديالها فيك انت، التسويق كيفاش غتبيع للناس، الا كان شي كليان طالع له الدمره منك انت، فهمتيني؟ كاع دوك المسؤوليات راه ولاو عليك انت. هادشي كاع اللي خصك. واكثر وخصك دير على الاقل على الاقل واحد شهور ديال القدام باش تصرف، ديال قليله هذه شي بيان لوكا شي حاجه تبقى باش تصرف، هذه ما تنساهاش. هذه باش تصرف على المشروع، وباش تصرف على راسك انت، يعني مصاريف شخصية كتسمى. ان شاء كيف الله حتى جوي يخرج نيشان. هذا السيد هذا قال لك كيف تقوم بتقسيم المهام بينك وبين العاملين معك؟ كل واحد شنو كيعرف يدير، هذه بالدرجة الأولى. أنا مثلا إذا كنت كنعرف مثلا نزير مزيان وندير الإدارة، فراه ما يمكنش مثلا نعطيها لشي حد آخر، فهمتيني؟ واحد السيد عاوتاني هو معايا كيعرف مثلا، خلينا في ذاك المثال ديال المحلابة، أنه يصايب الرايب مزيان وكيصدق ليه مزيان هو وكذا، راه ما يمكنش نشدو عاوتاني أنايا، فهمتيني؟ هذه هي الحاجة الأولى. إما الحوايج اللي ممكن أنهم أي واحد فينا يديرهم، فراه كنقولوا انت دير النص ديالهم وانا غندير النص الاخر، وكيكونوا محددين، ماشي اي واحد اللي لقى شي حاجه يديرها وصافي، يعني كلشي كيدير كلشي، هذا كلشي كيدير كلشي، ما بلانش. هشام ما مزوجش يعني اخويا غير طحن، فهمتيني؟ سي انس مبارك، بارك الله فيك اخويا، جزاك الله خير، تحيه. شنو بالعربي لومبيك؟ شنو هي بالعربيه لومبيك؟ كتسمى او ام بي اي سي، لومبيك. لومبيك هي الملكيه الفكريه، هي واحد الاداره كاينه في الرباط. المهم راه كاين السيت ديالها، ممكن دير هذا الشيء غي اونلاين، كتسجلي فيه البراند ديالك، ما نعرف مثلا اللوغو ديالك هو مثلا كذا، كتمشي تما كتيليشارجي اللوغو ديالك بي ان جي، وكتختاري الكاتيجوري اللي هو فيه، هو انه راه ما نعرف مثلا كتبيعي مثلا انت رخام ولا كتبيعي كذا، راه كديري داك انه راه هاد اللوغو هذا راه كيخدم في هاد المجال هذا بالضبط، وصافي، وكتخلص عليه تقريبا شي 1000 درهم، يمكن شي 10 سنين، كتبقى على حساب الاخر، يعني كتخلص عليه مرة واحدة كل 10 سنين. اسمعني، انت عندك تيم ياك شنو عندي؟ خدم معك، عندك تيم خدم معك الناس، بيان سور. شنو الحوايج اللي كتركز عليها اكثر ملي تبغي تختار التيم ديالك بغض النظر على المجال؟ شي حوايج اساسيه كتركز عليهم يكون في اي شخص يخدموا معك؟ انا صراحه ملي كنكونوا كنحتاجوا حنا ناس وكيجيو لعندي، المهم زعما واش قدر شي مره ان شاء الله زعما تلاقى بشي واحد فيهم، كيوصلني السيفي، عمرني ما كنقرا انا السيفي، كنحطو هكا كنقول له اقنعني حيت انا كتخدم عندنا.
كنقول عندك 5 دقائق قنعني صافي. والله ما كنقرا ما كنتسوقلوش انا، لا شنو قريتي لا شنو درتي، بالنسبه لي شنو غادي تزيدني انت، واش كتعرف دير هي اللي كتهمني. انا فهمتني خدامين فاهمين، حنا معنا واحد الناس والله الا لدابا ما عرفش انا شنو راهو السي اسامه راح حطك الليان ديال ديك لومبيك. قلت لك انا لدابا خدامين معنا شي ناس ما عرفش انا شنو هو لي ديبلوم اللي عنده، والله ما عارفه. ولكن بالنسبه لي انه كيدير واحد الخدمه باحسن طريقه ممكن يديرها، وبيان سور انت كتعطيه الحريه انه في كيفاش يبدع فيها وكيفاش يديرها هو، بيان سور تحسبا لواحد انت المعايير انت حاطهم ليهم، انت دير كذا 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 وخدمها بالطريقه اللي بغيتي انت، انا ما عنديش مشكل فاهمين. هذه هي هذا هو البلان. من النصائح اللي تعطي الناس اللي عاد بادين المشاريع ديالهم اونلاين؟ الحاجة اللي نقدر نقول لك أخويا وأنت بادي أونلاين هو بنتي ما غاديش أختي علينا. الحاجة اللي نقدر نقول لك أختي هي ما يسحبش ليك صافي راه بعتي لواحد السيد صافي راه قلبتي. علاش؟ حيت دابا بزاف ديال الناس كيجي مثلا السلعة ديال ضرب عمر ما كديرش داك ليف اللي هو كيهضر عليها في الإشارة ولا في داك الفيديو ولا في داك الأد اللي طالق هو، وغيبيع الناس وصافي ويهرب. بالعكس حاولي مثلا تخصصي في حاجه وحده انك ديري مثلا كذا، فهمتيني، باش ما يقولش شي واحد راه خرجت عليه داكشي اللي كيبيع هو، هذيك اكس ولا ايكغيك انك تتخصصي فيها بالضبط. وعلاش؟ حيت انت ملي غتخصصي فيها، انا مثلا شريت من عندك راه ممكن يخصني عاوتاني من هنا شهر من هنا شهرين، عاوتاني غنقول لصاحبي راني هذه راه شريتها من عند السيده هذه، هي نمره واتساب فهمتيني. وهذاك الشيء اللي غيولي يجيك من الاوفلاين واحد الوقت غيولي قد داك الشيء اللي كيجيك من الاونلاين، اللي كنت كديري مثلا 10 البيعات ولا 15 غيولي يجيك واحد 10 اخرين ولا 15 غير بالاوفلاين، غير بانك واحد السيده اللي كتليفري في الوقت وكدير كذا وكتهضر مع الناس مزيان في التليفون فهمتيني، وبزاف ديال اللعيبات. هل يجب أن تقوم بوضع برنامج عمل مع الوقت أم يجب وضعه قبل البدء أم توقف في وقت ما الوضع للوضع لوضع برنامج العمل؟ هذا سؤال زوين. هو في الأول ملي كنكونو كنحطو الموديل بلون ماشي البيزنس بلون، الموديل بلون اللي كنحطو كيتسمى مخطط نموذج الأعمال، كيكون هو فيه تلخيص ديال داك البلون بيزنس. ملي كنكونو كنحطو كنقولو مثلا ها كيفاش غادي نمشيو العام الاول ولا العام الثاني. دابا في نظرك واش فيسبوك نهار دار واش هو كان عارف راسو غيبدا يطلق الاد ويبدا يدير كذا ملي خرج في 2003 ولا في 2004؟ قطعا لا قطعا. ولكن كل عام ولا كل شهر هو عاوتاني على حسب البيزنس ديالك انت كتبدا تفكر كتقول مزيان انا دابا في هذه الحاله هذه عندي بهاد الامكانيات هادو شنو نقدر ندير؟ واش الامكانيات اللي كانت عند فيسبوك في 2004 واش هما الامكانيات اللي عندهم في 2021؟ لا. داك الوقت عاوتاني يعني انت في الاول انت كتبدا على حسب الامكانيات ديالك وعلى حسب الجهد انت اللي عندك غدير هادي وهادي وهادي وهادي، ما كتكونش كتكذب على راسك. العام الثاني اوتوماتيكمون راه الشيفر دافير كيكون تزاد ولا على الفلوس اللي عندك حتى كيكون تزادوا، خاص بدا تفكر اصلا انت ديك التجربه انت اللي درتي خاص تقول هادي دونك خصني لا زدت هادي ولا زدت هادي لا زدت هادي راه غنمشي مزيان، كتزيدهم وانت غادي يعني ديك لا ميزاجور كتبقى ديما معاك، وهذا الشيء اللي كيخلي الكليان انت شري من عندك المره الاولى والثانيه والثالثه وهو غادي. مثلا الايفون 5 اللي خرج في الاول راه ماشي هو الايفون 11 برو ماكس ولا الدوز دابا اللي كاين، حيت الناس كتسمع للناس شنو محتاجه سينو صافي كورا شرينا كاملين في ذاك الوقت وصافي وكل شيء عنده ذاك التليفون وتنينا. ولكن لا، الكليان خصو غير ما يشري غير يعطي. واحد الحاجه من هنا لقدام ركزوا بزاف على البراند حيت يلا تبقى، اما داك ديال ضرب وخرب راه ما غاتبقاش مع المده والمنافسه كاينه كثيره، ركزوا على البراند. هي واخا تكون كاع انا ما تصلح ليكش، واخا كاع يكون شي واحد زعما عطاتو ولا صدقات ليه ما خدامالكش ما ديرهاش. البراند راه تمشي سلو ولكن راه تجي واحد النهار اللي كتطلع وتكون بنيتي واحد لاباز اللي كبيره وعندك واحد الداتا اللي كبيره، ركزوا على البراند. راه عرفنا تمشي شويه وتخسر الفلوس والمشاكل والتقاسير، ولكن راه تلعب على اللونج تيرم شي حاجه اللي غتخدم عليك من بعد وتسهل لك بزاف هذه الحوايج. اما ديك الخدمه ديال تيليجرام، شوف السلعه في تيليجرام ولا سير ضرب عمر، راه كلشي يبيع في نفس السلعه، الادس تلقى غالي كلشي غالي وعاد المنافسه وتقدر ما تبيعش، فهمتي؟ الا شتي الناس ديال تيليجرام تلقى نفس السلعه كدور، ما كاينش واحد الابداع ما كاين حتى حاجه. اللهم ركزوا على البراند ديالكم، سلو ايكون سلو بروسيس، ولكن راه لعبوا اللونج شوت.
هاد الياقوت قالت لي تقدر تعطينا الروتين ديالك، الروتين اليومي، الروتين اليومي يا ربي السلام. المهم انا نقول اولا حاجه، ما عندي صراحه النهار كيتعاود، فهمتيني؟ هذه هي الحاجه الاولى، ما كنبقاش ندير ديك اللعبه. صافي غنبدا الخدمه من 8 غنساليها مع 4 العشيه وغادي نجي، تقدر تلقاني بالليل خدام، تقدر تلقاني بالصباح خدام. هذه هي الحاجه الاولى. ولكن الحاجه اللي مهمه اللي كندير انايا، كيكون عندي بروغرام ديال 15 يوم، يعني 15 يوم الجايين عارف راسي اش غندير. هذه هي الحاجه الاولى، الناس اللي غنتلاقى بهم عارفهم عارف ثاني، يعني ملي كيجي عندي. وهذه مهمة، وهذه إن شاء الله هذه الفكرة باش نختم اللايف. إلى أنتم كنتوا قادرين أنكم تعطوا القيمة أنتم لراسكم، فراه هذيك أحسن حاجة. علاش أنا ديما كنذكر هذه الحاجة هذه؟ دابا مثلا أنا كنت لاحظت أنا صراحة بالسبب ديال التغيير ديالي في حياتي كاملة هو هذه القضية هذه. كانوا الدراري كيلعبوا ماتش مثلا، كنديروا أننا غنلعبوا ماتش نقول في 2008 وفي 2009، كيقولوا شوف اسماعيل بلا ما تعيطوا ليه راه ديما كاين، صافي حتى نهار السبت نصونيو عليه وبغى يهبط نيسان وغنلعب. انا ما كنتش في راسي هذه القضيه هذه، حتى لواحد النهار وانا نسمع، يعني كنت غير دايز وانا نسمع هذه القضيه هذه وانا نقول هذا 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 ريح، كيف اسماعيل ديما كاين وحنا غنردو دابا ما بقاش كاين؟ ولا كي السبت الاخر كيعيطوا ليا شوف هبط لعب، ما علمتونيش واعا صاحبي كوي علمتوني قبل، اما دابا راه خرجات ليا ما كاينش انا. السبت الاخر عاد ثاني واه واك واعي علمتي انا صاحبي قبل، واش الماتش عاد دار؟ لا لا راه كنا درناه من نهار الاثنين وانت غير ما علمناكش. واه صاحبي كوي قلتوها لي، وبقات هكاك بقات هكاك، يعني من صغر الامور كنقول لك انا من شي حاجه حقيره جدا اللي هي ماتش وهي طالع، يعني شي واحد انه ما قادرش انه يعطيك انت القيمه ديالك وهي راه بقات غاده. حتى لواحد الوقت كان خصني نصور واحد الاخر مع واحد الانترفيو مع التجاري وفا بونك، وعيط لي الشاف داجونس هو يقول لي المهم هذاك اللي كنت كنعرف، هو يقول لي شوف وجد راسك وجد راسك راه غدا غنجيو عندك نصورو. قلت له شكون انت؟ هاي 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 على غدا. قلت له زعما انا، قلت له انا ما عندي والو انا غير جالس انا غير متكي. قلت له لا خويا، قلت له انا 15 يوم الجاي كامل ما كاينش انا، فهمتيني؟ وانا زعما ديك الساعه كون بغيت نخوي له وقت كون لقيت ليه وقت، ولكن انا كي قلت لك انا كي حسيت انه راه ما تحترمش ما الله سيدي لا درت ديك القضيه. وبقات غدا هكاك حتى سالات ديك 15 يوم وكذا، ولا ديك الساعه كيعيط ليا. صافي كنا فيكسينا واحد الاربع، هو عيط لي نهار الحد، فيكسينا الاربع الصباح وبدا كيطلب فيا نهار الحد الله يرحم لك الوالدين غير واش نقدروا نبدلوا من الاربع الصباح للاربع العشيه. وقلت له واع صاحبي، قلت له مشكلات، قلت له فهمتيني، واع قلتو على ديك المساله. ولكن دارت، ونهار اللي تصور هذاك الشيء وكنت ماشي بوحدي اللي صوروا معايا، صوروا مع شي دراري اخرين، وكنت الوحيد اللي جات له طوموبيل حتى لهنا حتى لباب الدار، وداتني حتى الاوتيل حياه ريجنسي كانت في كازا ديك الساعه فاش كانت قام ذاك المؤتمر، كان الملتقى الوطني المقاولة الصغرى، ورجعتني عام ثاني طوموبيل تما، وعاد زد عليها السيجور ديالي تما وكذا، يعني في الاوتيل ما مخلص حتى حاجه، الدراري اخرين خلصوا كل شيء وما جا لهم حتى حد ما تسوق لهم بكل بساطه. علاش؟ انه راه ما عرفش ينيغوسي على راسه. عطى القيمه لراسك يا اخي غيعطيوها لك الناس، ما عطيتيش القيمه لراسك طرديا تلقائيا ما غاديش يعطيوها لك الناس. ساره، السوشيال ميديا اي بلاصه تقدر دير فيها الاعلانات خدام البروجي ديالك، اي بلاصه، فيسبوك، في انستغرام، رجع يكون تويتر اللي كان الاودينس ديالك تما ديري، لينكدين، اي بلاصه كان الاودينس ديالك ديري فيها الاشهار. واحد السيد ولا سيده المهم كيسول، قال لك يعني لا ميور مومون زعما باش انه يلونسي شي بروجي دابا، واصلا يعني في هذه لا سيتياسيون اللي فيها حنا ديال الكوفيد. شوف مشروع ادميغا بدا في وسط كوفيد، يعني فحنا لونسينا حنا في شهر 9 اللي فات، وهذا يعني انه ما خدامش. مابقاوش تخلعوا بزاف فهمتيني، درس شي شويه وتلاح ديما كنقولها، صافي هادشي اللي كاين، دير الدراسه ديالك وتلاح. هلا اسماعيل يمشي يرتاح، سيد راه يلاه جاي من السفر داك الشيء مزخصخ راجبنا ساعة اخي اسماعيل، وهي قبل كنا معاولين نديروا الساعه وهي كنت في التران قلت لك ندير ساعة ولا 45، وهي تولي نفس الساعه بزياده خليت السيد الشيخ يرتاح. شكرا اخي اسماعيل بزاف، استفدنا معاك كان حيت لبيتي الدعوه. مرحبا اسيدي، ان شاء الله نعاودها شي مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله اخي، اذا كان شي سؤال مره اخرى ان شاء الله. خصني نمشي يرتاح. نعم اخي، قلت لك ولا شي واحد يصيفط لي بريفي راه
كنجاوب زعما ماشي مشكل. لاحظت الاستشاره ديالك ديرها نسيت ولا في اليوم كيفاش؟ تدير استشارة؟ وي كندير استشارات، كنديرهم في البيرو زعما، كاين اللي كيجي عندي البيرو تما إذا وكيتستشر. ممكن تعطيهم العنوان ديالو كاع اللي بغا يجي عندك. كاين المهم الناس في اكدال تما، انا ادميغا اكدال هي البيرو ديالي. سينو زعما في الايميل، راه الايميل راه ندخلو غير البروفيل ديالي البايو راه تلقاه، هذا هو البلان. صافي حياك الله. اسمعي شكرا بزاف الله يحفظك. المهم هو تلقاو عند الدري راه غي سيفي جو بونس. راه غندير ان شاء الله، مش نقولك على الانستغرام ما يحماقش وغنسيفي. ان شاء الله، الله ما يسير. الله شكرا بزاف الله يحفظك. خوت كنتمنى تكونوا استفدتوا، واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يقدر يصيفطو للاخ اسماعيل. اللي ما دارش لي فولو مش يدير لي فولو، راه هادي اللايفات اللي زوينين وغتستافد منه، وكاين حتى شي فيديوهات اللي فايت الدار راه غتستافدوا منه. كما قال راه كاين في القناه ديالو، راه اليان ديالها راه غتلقاو عنده. ونتمنى كلشي يكون استافد. غيكونوا لايفات اخرين في هاد السيمانه، خميس والجمعه، ويقدر يكون نهار الاحد باقي في الشهر. غندير ليه سيف كما قلت لك، خصها الانستغرام يوقع فيه شي مشكل وصافي. المهم انا غندير ليه سيف ورجعوا لي تفرجوا.